طب هنا السؤال دكتور علاء، لماذا مع كل قرار من البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة تنخفض الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي؟ هذا يا أخي الحبيب بسبب المرابين، يعني المرابين الأتراك أو المرابين في السوق التركية بمعنى أصح، لأن المرابين في السوق المالية التركية ليسوا جميعا من الشعب التركي، ولكن هناك من يضارب على الليرة التركية يعني من جنسيات مختلفة، صناديق استثمار أمريكية وصناديق استثمار عربية وغيرها. كلما انخفضت الفائدة على الليرة التركية، هذا معناه أن العائد على سندات الخزانة بالليرة التركية وعلى أدوات الدين التي تطرحها الدولة التركية والحكومة التركية والبنك المركزي ووزارة المالية التركية تكون أقل، تكون الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج تجد أنه يعني ربما شهيتهم أقل، يعني كانت 14 وصارت 13، فالشهية تقل لشراء الليرة. يعني لماذا؟ هو استثماره في أدوات الخزانة، يعني أذون الخزانة التركية، يأتي بدولارات من الخارج أو بيورو من الخارج ويبيع في السوق التركية ويشتري أذون الخزانة أو سندات وزارة المالية بالليرة التركية لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر، أو هي لا تقاس بالأشهر ولكن تقاس بالأيام في الحقيقة، ومن باب التحديد 90 يوم أو 180 يوم أو وهكذا حتى سنة كاملة أو 365 يوما، فتقل الشهية لشراء السندات من السوق التركية، وبناء عليه يقل تدفقات المال الساخن إلى السوق التركية، وهذا يؤثر بالسلب على سعر الليرة التركية. ولكن في الحقيقة أن انخفاض سعر الليرة التركية يؤثر إيجابا على أمرين مهمين جدا: السياحة والصادرات.